خير الناس أنفعهم للناس. إذا الله سبحانه وتعالى اختص إنسان وأكرمه بأن يشارك في العمل الإغاثي، العمل الإنساني في أي دولة كانت، هذا خير. المشاركة اليوم لإلقاء الضوء على تجربتي الشخصية في مجال العمل الإنساني، العمل الإغاثي، يعني أنا كانت لي تجربة متواضعة أنا أعدها، أحببت أن أنقل هذه التجربة إلى زوار المعرض وإلى الضيوف. مهما فعلنا ومهما استمرينا في العمل الإنساني، العمل الإغاثي، تجد نفسك مقصر في كل الأحوال.